الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. محدثكم خالد السعيد، أناقش شتى المواضيع والقضايا، وبإمكانكم مشاركة آراءكم في خانة التعليقات. ويا ليت ما تنسون تقيمون المقطع بالضغط على زر الإعجاب واللايك حتى يوصل المقطع لأنحاء المنصة، واللي حاب يدعم القناة يقدر يشترك فيها، وحبذا أتابعوني على باقي منصات التواصل الاجتماعي وبتحصلونها دائما موجودة في خانة الوصف. رحنا ندخل نشعب في العديد من المواضيع، ولا شك أن أهمها الجوانب السياسية وآخر أخبارها وأهمية فهم أدوار اللعبة في السياسة. ولا شك أننا بنحاول نبعد عن المستوى المتعارف عليه، وهم الأشخاص اللي تابعون الإعلام التقليدي وخصوصا محطات الأخبار اللي عادة ما تدخل في ما وراء السياسة، وحتى نبي نحاول نكون أحسن من المستوى اللي بعده، وهم الأشخاص اللي يفهمون التوجهات السياسية ومدى العلاقات بين الدول. لكن كعادة المقاطع نبي ناخذكم الأعلى مستوى، وهو أننا نحلل السياسة الحالية بشكل واقعي ومن خلال ربط الأحداث بالتاريخ وحتى المؤامرات اللي تشن خصوصا من المنظمات العولمية اللي جالسة تتوسع في دول العالم. فاللي ما يفهم في السياسة لابد انه يعرف هناك محورين كانوا يتصارعون من مئات السنين، وهم الدول التابعة للكنيسة الغربية الكاثوليكية او ما تعرف بالفاتيكان وحاليا الاتحاد الاوروبي، ضد الامبراطورية الانجليزية او البريطانية واللي تعرف الان بالمملكة المتحدة ومقاطعاتها، ولا ننسى اهمها اللي هي الولايات المتحدة الامريكية. فلو نبي ناخذكم بجولة بسيطة في تاريخ، فاكيد بعضكم اطلع على حملات الاستعمار اللي نقدر نقسمها الى قسمين، وهي الحملات الخاضعة للكنيسة اللي يسمونها الكولونيالية، وهي ان تكون الدول المستعمرة من هالدول الاوروبية اللي خاضعة للكنيسة الغربية الكاثوليكية متبعة المنهج الحداثي اللي عادة يترك العادات وتقاليد والتوجهات الاصيلة والاصولية ويتبعون المنهج الغربي او اللي يسمونها الحداثي في وقتنا الحالي. ولا شك ان المنهج الكولونيالي اللي كانت تشنه الدول الاوروبية تغير الان واصبح اسمها التوجه العولمي، ولا شك اللي كان ضده من مئات السنين وهي حملات الإمبريالية اللي كانت تشنها الإمبراطورية البريطانية، واللي من خلالها تعطي السيادة للدول من خلال ترسيم الحدود. فكلمة إمبريالية معناها سيادة، وكلمة كولونيالية معناها استعمار. والحرب هذه استمرت حتى وقتنا الحالي وأصبحت منقسمة إلى قسمين بين الدول بعد ما تم تقسيمها، إلى أن يكون توجه الدولة أو الأحزاب إما عولمي يحاول التوسع حول العالم من خلال شبكات أحزاب منتشرة، أو التوجه المضاد له وهو التوجه الإقليمي اللي عادة يحاول يعمل حتى يعطي قيمة للإقليم أو الدولة بدلا من أنهم يركزون على التوجه العولمي أو العالمي. ولا شك إذا بغينا نبدأ برأس المؤامرة اللي بدت بالفكرة العولمية، فهي كانت زي ما قلنا من الكنيسة الغربية الكاثوليكية، فمعنى كلمة كاثوليك عولمي. ولا شك أنها كانت تتوسع من خلال حملاتها الصليبية، واللي كانت أهمها منظمة اليسوعية اللي كانت متواجدة ولا تزال حتى يومنا هذا وتحتفظ بالألقاب العسكرية للأشخاص اللي منضمين فيها. فيذكر أن شبكات اليسوعية اللي في الكنيسة الغربية الكاثوليكية قامت تشجع في إزالة الكنائس، وخصوصا اللي موجودة في جمهورية الصين الشعبية، اللي بدأ حزب الصين الشيوعي بتدمير المعابد حتى يتم نشر الأفكار الشيوعية الماركسية اليسارية، بعد ما تم ظهور شبكات رشاوي تصل إلى 2 مليار دولار من حزب الصين الشيوعي إلى شبكات اليسوعية في الكنيسة الغربية الكاثوليكية. وللي ما يدري، العديد من هالمنظمات اليسوعية اللي تدعي أنها تحمي العقيدة الكاثوليكية، فهي مع الأسف الشديد تسوي العكس. ولا شك إذا بغينا ننظر للتوجهات الماركسية وخصوصا الشيوعية، فبننصدم أن العديد من معلمينها كانوا منضمين للجماعة اليسوعية الخاضعة للكنيسة الغربية الكاثوليكية حتى ينشرون توجههم اليساري العولمي. لكن إذا بغينا ننتقل لمنظمات اقتصادية، فلا ننسى خطط المنتدى الاقتصادي العالمي اللي يقيم مؤخرا، وكان يدعو العديد من البنوك المركزية والعالمية وخصوصا كبار الشخصيات، واللي أعلن رئيسها كلاوس شوارب عن مشروع إعادة تشكيل اقتصاد العالم، بحيث أنهم يدكون اقتصاد الدول بشكل أكبر حتى يسيطرون على تسعير المواد وخصوصا قيمة العملة عند الدول. ولا شك هذا يدل على عدم نجاح خططهم، وخصوصا الخطأ اللي كانوا يتكلمون ويحاولون يطبقونها من عام 2007 بهدف مواجهة المخاطر الاقتصادية، وفشلوا فشل ذريع خصوصا في مواجهة أزمة انتشار الوباء، اللي لا شك أنهم كانوا لهم دور في دك الاقتصاد، وخصوصا بتجاهل جرائم حزب الصين الشيوعي في نشر الوباء في العالم وزيادة خسائر اقتصاد الدول. لكن ليتكم تدرون وش صرح فيه بنك التسويات الدولية، اللي يعتبر أحد البنوك اللي مسيطرة عليها شبكات منظمات العولمة، واللي أيضا عندهم خطة تعاونوا في
فيها مع المنتدى الاقتصادي العالمي من خلال إعادة تشكيل الاقتصاد، حتى أنهم يعطون قيمة لليورو بحيث أنه ينافس بشكل أكبر من السابق مع العملات الأخرى وبالذات الدولار. واللي كان تركيزهم وخصوصا في هالفترة على أنهم ينتقلون إلى مرحلة تغيير اقتصادي بالتركيز على التحويلات الرقمية، ولا ننسى العملات الرقمية اللي ما عليها رقابة، ولا شك هالشيء بيخليهم يتفادون عمليات التضخم بالذات اللي في البنوك المركزية، واللي ذكروا أن هالخطة تبي تستمر حتى عام 2025. ولا شك أنتم تعرفون أن عملة اليورو تابعة للاتحاد الأوروبي اللي يعتبر مشروع المنظمة العالمية اللي جالسة تشنها الجماعة اليسوعية، وهي من خلال استعادة الإمبراطورية الرومانية. وزي ما أنتم تشوفون في الخريطة فما في فرق بين الإمبراطورية الرومانية وتوسعها إذا بنقارنها مع دول الاتحاد الأوروبي وكيف له هدف أيضا في التوسع. لكن الجميل في الموضوع أن رائدة التوجه الإقليمي اللي هي بريطانيا خرجت من الاتحاد الأوروبي اللي كبدهم بخسائر، لدرجة أن الاتحاد الأوروبي ناوي يبدأ بتركيز الدعم وخصوصا في القطاع العسكري وبالذات مع حلف الشمال الأطلسي أو الناتو، واللي قد يكون لهم نية في التأثير على القوانين اللي تبي تحد من التحرك الاقتصادي عند بريطانيا والمملكة المتحدة في مجالات متعددة بالمنطقة. فللمعلومية أن توجه الاتحاد الأوروبي وحملاتها التوسعية العالمية لها خطة بعيدة المدى، وخصوصا اللي انكشفت وثائقها بشكل أكبر مؤخرا، وهي عملية غلاديو اللي جالسة تشنها الاتحاد الأوروبي من خلال حملاتها العسكرية الصليبية مع حلف الشمال الأطلسي أو الناتو، اللي كان هدفه في منطقة الشرق الأوسط بدعم الانقلابات في العديد من الدول العربية حتى يتم استبدال الأحزاب الحاكمة بأحزاب إرهابية تدعي بالإسلام، واللي يسمونه الإسلام السياسي أو ما يعرف بالإسلام الحداثي. ولا ننسى أهم الجماعات اللي متبنية الإسلام الحداثي أو الإسلام الديمقراطي، وهي جماعة الإخوان المفلسين الماسونية. فلا يغركم كلمة ديمقراطية اللي يحاول ينشرها الإعلام التقليدي لأنه يخدم توجهاته اليسارية. فالديمقراطية ليست إلا حكم العصابة، كما قال أحد مؤسسي الولايات المتحدة الأمريكية اللي هو توماس جيفرسون. لكن لو بغينا بعد نعلمكم ونجيبها من لسان أحد اليساريين اللي هو كارل ماركس مؤسس التوجهات الاشتراكية، واللي كان يقول أن الديمقراطية طريقها إلى الاشتراكية والاشتراكية طريقها إلى الشيوعية. ولا شك أن الديمقراطية بالشيوعية وحتى الاشتراكية نقدر نصنفها من التوجهات اليسارية اللي لا شك أنها ما تفيد الدول وخصوصا عندنا في الشرق الأوسط. لكن إذا بغينا ننظر لأهم الدول اللي جالسة تحاول تتعاون مع التنظيم العالمي في التوسع بالمنطقة، فهناك دول عديدة، ولا ننسى أولها اللي هي جمهورية الاحتلال الإيراني، واللي سميت بإيران من الشاه حتى أنها ترمز للشعب الآري اللي كان ممتد من بلاد فارس حتى دول أوروبا. ولا ننسى أن ألمانيا النازية كانت تبي تستعيد هالتوجه، وخصوصا اللي كان هتلر ينادي به ويعطي التحية النازية اللي لا تزال حتى يومكم هذا تفعل هذه التحية عند الحرس اللاثوري الإيراني وحتى جماعاته التابعة له. ولا تستغربون أن هالتوجه العنصري اللي بدأ واعتدى على العرب اللي بدأت في احتلال أول دولة عربية وهي الأحواز، اللي قامت جمهورية الاحتلال الإيراني في سلب مصادر عرب الأحواز، وآخرها تمت صفقة انتحارية قامت بها جمهورية الاحتلال الإيراني مع جمهورية الصين الشعبية في توقيع عقد لمدة 25 عام حتى تقوم جمهورية الصين الشعبية في الاستيلاء على جزر وقواعد عسكرية وحتى جوية، ليتم تسليم الصين كافة القطاعات الأمنية والاقتصادية بحيث أنها تعجل بناء طريق الحرير أو مشروع حزام واحد طريق واحد اللي يعتبر مشروع أساسي للاتحاد الأوروبي والتنظيم العالمي. ولا شك أنه بيتوجه أيضا من إيران ويمتد لهم. والمصيبة هن على هالصفقات اللي جالسة تجريها جمهورية الاحتلال الإيراني، إلا أن الواضح أن اقتصادهم جالس يدهور يوم بعد يوم، والمطالبات لا تزال تزداد، وحتى الاضطهاد والقمع مستمر وخصوصا على المجتمع الأحوازي العربي اللي ما اكتفت جمهورية الاحتلال الإيراني في اعتقالهم وإعدامهم، بل مع تدهور الأوضاع الاقتصادية تلتها تدهور الأوضاع الصحية وخصوصا جانب الصرف الصحي اللي أصبح مدهور، ولا شك أنها أثر على المناطق الزراعية في الأحواز العربية. واللي ما اكتفت جمهورية الاحتلال الإيراني بتدهور الأوضاع الصحية، بل حتى منعت وصول المياه للمجتمع الأحوازي العربي. وفوق هذا كله وخصوصا تعرفون الفترة الأخيرة منتعش سوق المخدرات، وخصوصا اللي تمرره شبكات جمهورية الاحتلال الإيراني وعصاباتها
اللي أصبحت مو بس تروج المخدرات في الخارج بل حتى في المجتمع الأحوازي، اللي أصبحت آفة المخدرات مع تدهور الحالة ظاهرة بين شباب الأحواز حتى تعطل طاقاتهم، واللي دخل في شبكات تهريب جنرالات تابعة للحرس اللاثوري تابع لجمهورية الاحتلال الإيراني، واللي لا يزالون يشرفون على تهريب المخدرات وحتى الاسترزاق منها. ولا شك بعضكم سمع بتدهور الأوضاع حتى الأمنية في جمهورية الاحتلال الإيراني، اللي بعد كوارث انفجار مصانع منشآت تخصيب الوقود النووي وحتى منشآت الغاز، واللي مع صمت جمهورية الاحتلال الإيراني قد يدل أن هناك نزاعات في الدولة العميقة عندهم، ولكن بعض التحليلات تقول أنها هجمات اختراق سبرانية من دول أخرى، ولو أن جمهورية الاحتلال الإيراني ما صرحت وحددت هوية الهجمات اللي تلقتها منشآتهم. فتدهور الأوضاع الاقتصادية وخصوصا مع أحزاب العولمة امتد حتى في جمهورية العراق، اللي بعد قرار تخفيض كميات إنتاج النفط العراقي قامت شركة سومو لتسويق النفط العراقي، وأعلنوا أنهم بيرفعون أسعار قيمة البترول الخام من البصرة في الشهر المقبل، وخصوصا للدول الآسيوية. ولا شك هذا بيقلل الطلب عندهم وبيزيد تدهور الأوضاع في العراق وزيادة الجريمة، اللي ما اكتفوا فقط في تهريب المخدرات وحتى النفط، بل ضبطت سلطات الأمن العراقية كميات من الذهب في إقليم كردستان على الأراضي العراقية، واللي تم تهريبها من أشخاص قادمين من جمهورية الاحتلال الإيراني. فمع كثرة الفساد لا تستغربون أن كميات الثروات اللي تخرج من الدول وخصوصا اللي جالسة تعاني في هالفترة، فلا شك أن العديد من العصابات تبي تنأى بنفسها وتأخذ ثرواتها بشكل قانوني أو غير قانوني. إلا أن الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي اللي لا يزال عليه بعض الملاحظات، واللي تشير كما سبق ووضحنا في أخبار السياسة أنه تابع لجمهورية الاحتلال الإيراني، واللي مؤخرا أعطى القوات العسكرية على المنافذ الحدودية العراقية وأتاح لهم كافة الصلاحيات في إطلاق النار على الأشخاص اللي متواجدين على الحدود بعد ما زاد التمركز الإيراني في الأراضي العراقية، وحتى مؤخرا دخول جمهورية الاحتلال التركي على حدود الأراضي العراقية. ومع زيادة وجود الميليشيات أو العصابات المسلحة لا يزال توجه الحكومة العراقية وآخرها الأمين العام لوزارة الدفاع العراقي مستمرين في إدخال القوات العسكرية، وآخرها نقاش مع بعثة حلف الناتو أو الشمال الأطلسي حتى يركزون في تطوير آليات العمل المستقبلي وبالذات اللي يخص القوات المسلحة داخل العراق. فلا شك أنه زي ما قلنا أن حملة الناتو مع عملية غلاديو الثانية في دعم أحزاب الإسلام السياسي مستمرة، وهذا أنتم تشوفون آخرها أن الناتو جالس يتعاون مع الحكومة العراقية اللي أصبحت توالي علنا جمهورية الاحتلال الإيراني. لكن إذا انتقلنا للأراضي السورية فلا شك أنها جالسة تحتل من العديد من الدول، ولا شك أن أهمها جمهورية الاحتلال التركي اللي مستمرة في التوسع بالأراضي السورية، واللي يخدم حملتهم وهي ميثاق تركيا أطوراني، واللي لا شك هدفه حملات التهجير السكانية أو ما تعرف بالتغيير الديموغرافي، واللي لا شك أن العديد من منظمات العولمة وخصوصا الأمم المتحدة اللي أتاحت لهم هذا المجال، وآخرها ألمانيا وبلجيكا في مجلس الأمن الدولي اللي وافقوا في إيصال دعم الجماعات الخاضعة للاحتلال التركي بحيث يوصل مساعداتهم اللي لا تستبعدون أنها تبي تكون عسكرية على الحد السوري وبإشراف قوات الاحتلال التركي. وزي ما تعرفون مع تدهور الأوضاع الاقتصادية فلا شك أن حكومة الأسد الفاشية اللي جالسة تعاني مع كثرة وجود الصراعات داخل الأراضي السورية، فبدت باتفاقية مع قوات الاحتلال الإيراني حتى تكثف وجودهم في الأراضي السورية، ولا شك أن هدفه حتى يتم تمويل العتاد والمساعدات للجماعات التابعة للاحتلال الإيراني وشبكاتهم اللي تبي توصل حتى للأراضي اللبنانية. ومع زيادة الخلافات داخل حكومة بشار الأسد الفاشية في سوريا اللي زادت داخل أفراد أسرة الأسد، وبالذات مع رامي مخلوف اللي بعد ما تم مصادرة أملاكه وحتى شركاته وشبكاته، فامتدت حكومة بشار الأسد الفاشية في مصادرة العديد من أملاك الشركات بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية السورية، وخصوصا مع عملتهم اللي هي الليرة. فلا شك مع وضع الاقتصاد اللي متدهور شحنات المخدرات اللي جالسة تنتجها جمهورية الاحتلال الإيراني وعصاباتها مستمرة، وخصوصا اللي جالسين يتعاونوا معهم شبكات حكومات بشار الأسد الفاشية، وأيضا حليفهم اللي هو حزب الله اللبناني الخاضع لجمهورية الاحتلال الإيراني، اللي تم مصادرة أكثر من 14 طن يصل قيمتها الأكثر من مليار يورو، واللي تعتبر من مخدرات الكبتاغون وهي أحد أنواع الأمفيتامين، واللي تم إيقافها في إيطاليا. فهالشبكات ممتدة، وخصوصا أننا لاحظنا حزب الله اللبناني الخاضع لجمهورية الاحتلال الإيراني اللي جالس يبي
يحاول يترزق وخصوصا من انتاج المخدرات بالهيبة. لكن اذا انتقلنا لجمهورية لبنان فحالهم مع الاقتصاد ايضا متدهور، واللي صرحت حكومة حسان دياب المدعومة من حزب الله اللبناني الخاضع لجمهورية الاحتلال الايراني، وطلعوا قرار يقترحون فيه تبادل دخول النفط العراقي للسوق اللبناني مقابل تصدير الغذاء اللبناني للعراق، واللي لا شك انها هدفها تسهيل الاتفاقية مع جمهورية الاحتلال الايراني بحيث تنشر شبكات العصابات المخدرات وحتى الممنوعات اللي بتمتد من لبنان الى سوريا وحتى العراق، ولا ننسى كبيرهم اللي علمهم السحر وهو جمهورية الاحتلال الايراني. الا ان تعاون حزب الله اللبناني ما اكتفى فقط مع جمهورية الاحتلال الايراني بل حتى مع دولة الاحتلال الاسرائيلي اللي اكشفت مؤخرا مخازن عتاد حزب الله اللبناني، وتم اتفاقية بينهم حتى يتم التوسع العسكري التابع لدولة الاحتلال الاسرائيلي، اللي لا شك انهم لهم عقود وهم مستمرين بهالاتفاقيات حتى تتم النزاعات باسم المقاومة بحيث تتوسع دولة الاحتلال الاسرائيلي في الاراضي اللبنانية. واللي لا شك ان دولة الاحتلال الاسرائيلي تعتبر اللاعب الثالث في منطقة الشرق الاوسط، واللي تسعى بالتوسع في الاراضي العربية بهدف بناء دولة اسرائيل الكبرى الصهيونية، واللي لا شك انها قامت تتوسع بسبب وجود جماعات المقاومة اللي اكشفت وثائق عديدة تثبت تواطؤهم مع دولة الاحتلال الاسرائيلي، وخصوصا داخل الاراضي الفلسطينية اللي جت بيانات تظهر اتصالات مع اعضاء حركة حماس الفلسطينية الخونجية مع جهاز امن دولة الاحتلال الاسرائيلي اللي كان ولا يزال يستهدف المجتمع الفلسطيني المدني في غزة داخل الاراضي الفلسطينية من عام 2009، واللي كشفت البيانات ان هالاعضاء لا يزال بعضهم حتى متواجد في دولة الاحتلال الاسرائيلي ومتواطئ معهم، وهذا اللي زاد الخلافات في تقاسم الحصص بالذات داخل حركة حماس الفلسطينية الخونجية الارهابية. ولا شك ان اللي مستانس على توسع الدول وتقسيمها هي حكومة تنظيم الحمدين في قطر، اللي اكشفت وثائق مؤخرا تعاونها في تطوير امن دولة الاحتلال الاسرائيلي وخصوصا السبراني، وحتى دعمهم من الجانب الصحي اللي اشارت الوثائق انها ممولة من مؤسسة قطر الديمقراطية التابعة لموزة المسند اللي معروفة بتوجهاتها اليسارية المقيتة. لكن احزاب العولمة وتعاونها مع دولة الاحتلال الاسرائيلي وصلت حتى لرأس الكنيسة الغربية الكاثوليكية اللي هو البابا فرانسيس اليسوعي، اللي تواصل مع سفارة اسرائيل مؤخرا حتى يتم ترسيم الحدود بعد الاستحواذ على مناطق اكبر في فلسطين وحتى مملكة الاردن الهاشمية. لكن اكيد بعضكم لاحظ الاضطرابات اللي جالسة تصير في جمهورية ليبيا، واللي مع الاسف الشديد ما لاحظنا العديد من الناس يبينون واقع الازمة اللي لا شك انها دخلت فيها شركات كبرى متعددة الجنسيات او ما تسمى شركات عولمية خاصة بشركات الطاقة مثل شركة توتال الفرنسية وحتى ايني الايطالية، وهذا اللي سبب الخلاف بين فرنسا وايطاليا في دخول قوات الاحتلال التركي على ليبيا ودعم الارهابيين حتى يتم استخراج والسيطرة على خيرات المجتمع الليبي اللي كانوا يخططون لها من اعوام منذ تنفيذ الانقلابات اللي كانت ضمن خطة عملية غلاديو في استبدال الحكومات العربية باحزاب الاسلام السياسي الارهابية، واللي كشفت تقارير تشير الى ان سفن الاتحاد الاوروبي اللي تحت رقابة حلف الشمال الاطلسي او الناتو واللي كانت تشرف عليها جمهورية الاحتلال التركي، اللي كشفت التقارير انها تهرب اسلحة وعتاد عسكري وحتى ميليشيات الى ليبيا بواسطة سفن تدعي انها تنقل المساعدات الطبية لدولة تنزانيا، واللي زادت رصد الصور وحتى المقاطع المرئية والفيديو اللي تثبت تواجد مرتزقة جمهورية الاحتلال التركي اللي اتوا من سوريا وادخلوا الاراضي الليبية وهم الان يتنكرون بزي امن الدولة، واخرهم شرطة العاصمة طرابلس واللي وصل عدد المرتزقة الاكثر من 16 الف مقاتل غير الجماعات الارهابية الانقلابية اللي موجودة في ليبيا. ولا شك واقع ما يحصل الان وخصوصا بعد عملية غلاديو اللي تبي تشنها حلف الشمال الاطلسي والناتو مع الاتحاد الاوروبي بحيث انهم ينفذون مشروع برنارد لويس في استعادة مقدونيا الكبرى اللي هدفها التوسع الاوراسي واللي كان خطط المانيا النازية وحتى دول الاتحاد السوفيتي بحيث ان يكون لهم سيطرة اكبر على الموانئ، وهزيمة المشروع الاقليمي بقيادة الولايات المتحدة الامريكية وحتى بريطانيا والدول التابعة لها. ولا شك هذا اللي خلينا دائما نحرص العديد من الناس انهم يهتمون بالسياسة لانها توصل في اعلى مستوياتها وتدخل في كافة المجالات، وخصوصا اللي نحذر منها دائما في القناة سواء كانت من الاساسيات او الكماليات او حتى الرفاهيات. لكن شاركوني اراكم في خانة التعليقات، ولا تنسون تقيمون المقطع بالضغط على زر الاعجاب، وادعموا القناة بالاشتراك فيها، وحبذا تابعوني على باقي منصات التواصل الاجتماعي.
الاجتماعي حتى نتمكن في رفع وعي الفرد والمجتمع على كافة المجالات.